الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياكم الله. سماحة الردود الحسيني أكرم السماوي، شلونه؟ أهلا وسهلا مولاي، بشرونا عنكم، إن شاء الله بخير. إن شاء الله إن شاء الله. شلونكم؟ والله إحنا بخير، الصحة بخير الحمد لله. إن شاء الله عساكم بالخير يا مولاي، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أحببنا نسمع منكم آخر نعي، نعلم أخباركم. ما اسمعك شيخنا، العفو مولاي، ما اسمعك. اخبرنا احببنا نسمع منكم اخر نعي شيخ الردود الحسيني اكرم السماوي. نعي؟ اخر نعي لكم ان شاء الله. خادم صار. حياك الله، حياك، تفضل. نعالك هسه سيد؟ نعم 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 هسه والله. بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب. هيا تفضل. والله بدي انا بدينا احنا اللي قبل ادم بدينا، بدي انا وجدنا الشرف الوادي بدينا شلون احبال تتشتف بدينا وسبايا نروح ويبن الدعية. الله يا سبايا نروح ويبن الدعية. والله دارك دارك يا زينب وين تالي الوقت، دارك داريك صفت وحشة وخلية اليوم، دارك يا زينب وين عفتيها رقي، يا زينب وين عفتيها يا رقي. عطر انفاسك سماحة الردود الحسيني اكرم السماوي، جميلة. أنا أحببت أطلب منكم طلب إن تسمحون لنا. خادم، أريد أن أسمع منك سورة المعارج. ما أعرف، ما أعرف. طب أريد أن أسمع منك سورة الحديد. يعني آية من القرآن الكريم؟ حضرتك حافظ سورة الحديد؟ لا ما حافظ، العفو. طب حضرتك حافظ سورة القلم؟ قلم؟ لا ما حافظ مولاي، العفو. اسف طبعا. يعني انا حافظ بس تعرف انت، يعني اراد لنا شويه مراجعه. اعلم حضرتك حافظ لطميات بس يا سماحه الردود الحسيني، حضرتك حافظ فقط انك تلطم وتجعل الشيعه يندبون في الحسينيه، فقط يندبون على ال البيت، ده اللي حضرتك حافظه فقط. اما القران لا تحفظ شيء من القران، تحفظون فقط لطميات، لان دين الشيعه دين قائم على اللطم سماحه الردود الحسيني اكرم السماوي. صح صح صح، شكرا. بتعترف صح. بتعترف ان دينك قايم على اللطم فقط، بعيد عن القرآن الكريم. تم تسجيل هذه المكالمة سماحة الردود الحسيني اكرم السماوي، وسيتم رفع المكالمة على اليوتيوب ليعلم عوام الشيعة ان هؤلاء الرواديد الذين يجلسون تحت اقدامهم في الحسينية ليس لهم الا اللطم والبكاء فقط، لا يوجد عندهم قرآن، لا يوجد عندهم تمسك بكتاب الله. انتم تركتم القرآن وتمسكتم بالاشياء الشيطانية من اللطم والتدبير ونسبتموها الى آل البيت. شكرا لك يا سماحة الردود أكرم حسين. فاتح الخط لا يريد أن يرد. شكرا. علمت يا شيعي، هذا دينك، دينك قائم على اللطم إيه يا عم القرف ده، دينك قائم فقط على آل البيت ويبقيك وخلاص. لكن المعارف ما أعرف، والله ما أعرف حديد وين، إيش حديد هذا؟ هذه سورة في القرآن؟ ده دين الشيعة. وما دعم الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. كان معكم الردود الشيعي الحسيني أكرم السماوي.